مرحبا أنا باهي أنا كو فاوندر و سي او او

اللي حاصل مع كولابريشن وذ ضياء يعني وي هاد ا فيري جود ران الصراحه بنيري كانت اول شركه انا اشتغلت فيها و, وبدات ماي بروفيشنال لايف فيها انا انا اشتغلت فيها وانا في الجامعه اشتغلت فيها باول ما تخرجت uh, صراحة دي believed in me و uh, and for that I, I'm, I'm truly grateful يعني. Um, وقت ما كنت شغال في بينيريم كان عندي الفرصه ان انا كونتريبيوت وويتنس البارتنرشيب بتوين بينيريم وزهو في اولها واحنا كنا متحمسين جدا جدا ان البارتنرشيب دي تنجح وقتها وبينيريم طبعا كملت الطريق واعتقد ما فيش خلاف على البارتنرشيب انها ناجحه جدا دلوقتي يعني طيب ايه المختلف في بينيريوم؟ um, الكونسيستنسي um, انا بيرسونالي بقدر الكونسيستنسي جدا واعتقد بينيريوم يعني هاز بيلد ا سترونج ريبيوتيشن فور ديليفرينج هاي كواليتي سيرفيسز بشكل كونسيستنت على مدار السنين اللي فاتت. ده ده في حد ذاته از فيري انكريدبل يعني that, 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 that هيل ده 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 شيء هايل جدا دي مش حاجه بسيطه. يعني اي نو ذات فروم اكسبيرينس في النهاية أنا حابب أقول كل سنة وبنيريا ناجحة مش بس لبنيريا وللتيم الحالي بتاع بنيريا لا ده لكل الناس اللي قدروا إن هم يشاركوا في الرحلة دي. هابي Anniversary يا بنيريا